صباح الخير والهنا والسعادة، ازيك؟ من أكتر الحاجات اللي بتعجبني في بلادنا هي التحية اللي من القلب. يعني مثلا من الحاجات اللي دايما تلفت نظري قوي، وده موجود بأشكال مختلفة في بلادنا، لما يجي حد يسلم عليك لازم، بما أننا شعوب بتستخدم إيديها كتير، فلازم يصحب التحية بإيماءات أو حركات من إيديه أو كذا تحسسك إن ليك معز. فتلاقوا مثلا الناس تعمل اهلا وسهلا وتعمل كده، دي حاجه من الحاجات اللي انا بحبها قوي. ما بقتش يمكن موجوده قوي في القاهره، لكن موجوده كتير في الريف والصعيد. الناس تعمل كده لما تيجي، او حتى لما تيجي تعزم عليه بحاجه في مجلس، حاجه يشربها او كذا، فيعمل لك كده انه يعني شكرا كتر خير. لكن في التحيه كمان دي ليها كذا معنى. يعني مثلا تحيه كده اللي هو اهلا وسهلا وكده، يعني انت قريب مني او عزيز على قلبي، او يعني ربنا يعزك، او الحاجات اللي هي بقت الناس تترجمها الكلام، ما كانش موجود الاول. كلمه ربنا يعزك دي ما كانش موجوده خالص في مصر قبل كده. لكن يعني في اشارات كده، انا بحب قوي البادي لانجوج، لغه الجسد وازاي تحليلاتها، وحاجه اسمها الديسكورس اناليسيس. ده كان جزء من دراستي قبل ما اتجه للسياسه في اللينجويستكس، في علم اللغويات، انك ازاي تحلل الخطاب بكل مفرداته، بلغه الخطاب، بالايماءات، بتون الصوت، والكلام ده كله، وتعمل من ده تحليل الشخص ده قاصد يقول ايه وبيوصل ايه، وهل المستقبل وصل الرساله ولا لا. زي ما حضراتكم اكيد عارفين، اللغه هي مش من طرف واحد، اللغه يعني تخاطب، يعني كود، وبالتالي في مرسل وفي مستقبل وفي وسيله اتصال او ميديوم زي ما بيقولوا عليه. فدي من الحاجات اللي انا بحبها وبستقبلها حلو خالص، وبحس الناس ولاد بلد في اي بلد بروحها على فكره. لما تيجي الناس تعمل كده او تعمل كده او تعمل لك كده، بالنسبه لي بتبقى حاجه حلوه خالص. حاجه تانية برضو، الناس اللي ما بتسلمش بالايد لاي معتقد او لاي فكر او لاي تقليد، كمان في حاجات ما لهاش علاقه بالديانات، ليها علاقه بالتقاليد. عموما الناس الساعات اللي تيجي ما تسلمش في اكتر من موقع من اللي انا روحته، خصوصا المواقع اللي فيها عسكريين في بلاد عشائريه. فمثلا معظم حتى الرتب الكبيره في الجيوش تلاقيها ما بتسلمش بالايد، بس لما تيجي لو ست مدت ايدها فيعملوا لها، انه برضو مش عايزين يكسفوها، بس انه يعني في قدر من الاخوه او كده الاعزاز. فبس كده حبيت النهارده بس الفت نظر حضراتكم. كل حاجه يمكن بتمر عليكم كل يوم، بس لما الواحد يعيش بره فتره طويله وبعدين يرجع لبلادنا، بياخد باله من حاجات ما كانش خد باله منها قبل كده. ودي حاجه من الحاجات اللي انا بحبها جدا في